الشراع والعاصفة من برامج راديو سيزون. حكاية بحار حنا مينا. توصف رواية حكاية بحار للروائي والكاتب السوري حنا مينا بأنها من الروايات التي تنتمي إلى أدب البحار بناءً على ما ورد عن مجموعة من الباحثين في دراسة تحليلية لها، وقد نالت اهتمام الدارسين والنقاد إلى جانب القراء. تدور الأحداث بصورة أساسية في رواية حكاية بحار بين أمواج البحر، فقد كان هو الفضاء المهيمن والغالب في الرواية إلى جانب بعض المناطق والمدن. إلى جانب بعض المناطق والمدن مثل مدينتي مرسين واللاذقية على البحر الأبيض المتوسط. وعموماً فقد تعددت الفضاءات والأماكن الوارد ذكرها ما بين أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة تمتد من شاطئ البحر إلى الجبل ومن التل إلى قاع البحر ضمن حلقة دائرية. تدور الأحداث بين عدد من الشخصيات الرئيسية ومنهم سعيد حزوم، هو ابن البحاري صالح، أراد أن يكون نسخة عن أبيه في شجاعته ومرؤته واتصافه بصفات البحاري الماهر. صالح حزوم كان يعطف على ابنه سعيد كثيراً، وقد اتصف بأنه رجل محب للخير والسلام، كما أحب البحر كثيراً فامتزج ملحه بدمه. بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الثانوية شبعه، فوزية، أم سعيد حزوم والبحارة. يتلقى سعيد خبر غرق والده صالح حزوم في الباخرة، وهو يحاول اقتلاع صفائح الكاز منها، ليجلس سعيد معاتباً البحر لأنه أخذ منه أباه ويطلب أن يعيده إليه ولو كان جثة. فقرر بعد ذلك أن يبحث عن جثة أبيه في السفينة الغارقة في أعماق البحار، لتستمر محاولاته مع البحارة 3 أيام دون أن يجد أي أثر للجثة. وفي اقتباسات من هذه الرواية، كان سعيد حزوم يستلقي على الرمل الحار مستسلماً بكل جوارحه إلى دفئه الذي ينعش قواه، كان يفتح عينيه ويغمضهما ويشد بجسمه على الرمل كما لو أنه يود أن يغوص فيه، وقد قال في نفسه: وداعاً أيها البحر. قال أيضاً: علي أن أودعه كبحار، لقد انتهى كل شيء الآن، لم يعد الماء ملعبي ومملكتي، كابرت كثيراً ورفضت تقبل هذه الحقيقة، وأصررت على أنني لن أهرم وسأظل ذلك البحار الذي كنته، لكن الأعوام الطويلة أوهنت قواي، وصار علي منذ الآن أن أقف على الشاطئ وأخوض في الماء بمقدار، سأسبح كما يفعل الآخرون، وقد أذهب في العمق قليلاً، لكنني لن أكون فارس البحر بعد اليوم. لقد ترجل الفارس وظلت الفرس شموساً، ظلت أرنة فتية بطرة قادرة على أن تعدو مارقة في الفضاء خطفاً كأن قوائمها لا تلامس الأرض. لقد تعب البحار ولم يتعب البحر، وها هو كعهدي به يترقرق بموجه على الشاطئ وديعاً رفيقاً حيياً مختزناً قواه للشتاء. آن العواصف ثورة مدمرة تكتسح الحواجز وتحطم المراكب وتهزأ بالبحارة، وبانتظار ذلك يحيا البحر قانونه ويجدد شبابه. البحر يجدد شبابه والبحار يمضي إلى الشيخوخة. آه، لماذا البحر يجدد شبابه والبحار يمضي إلى الشيخوخة؟
ظل سعيد مستلقياً على الشاطئ، يتقلب على الرمل، يحدق في الفضاء، يتفرس فيما حوله، يراقب الشمس الكسولة في السماء، راغباً في أن تهبط إليه أو ترخي شعورها فيتعلق بخصلة منها ويرتفع إليها، حيث يصبح جرماً صغيراً يدور حولها. لقد وصل أمس مع الغروب. كان سعيداً حين وصل مع الغروب. كان يعد نفسه فتى بحر، ولم يكن يأبه للشعر الأبيض في رأسه وصدره. لم يفكر أن جسمه سيخذله كما حدث اليوم، ومن فرط اعتداده بنفسه فرض وصايته على من معه من الصحب، وصار مرجعهم في شؤون البحر. قبل ذلك، فيما هم على الطريق، تحدث عن البحر طويلاً. كانوا قافلة من السيارات، وكان في السيارة التي يركبها يتحدث إلى من معه عن البحر كما يتحدث ملك عن مملكته، وقد برقت عيون النساء وهن ينظرن إليه بإعجاب. وقالت طفلة وهي تستسلم لأحضانه في نوع من الإطمئنان: هل البحر كبير يا عماه؟ كبير جداً يا بنيتي، بحجم السماء وأكبر. فنظرت الطفلة إلى السماء وابتسمت. كانت هذه كبيرة إلى درجة لا تحد، وكان البحر قد صار أكبر من السماء في خيالها، وهي لا تعرف شيئاً أكبر منها. الشراع والعاصفة من برامج راديو سيزون.